اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه فرحه كبيره لجمهور بنغازي اليوم بحضور جمهور بنغازي بالكامل، لا نصر ولا اهلي ولا اتحاد ولا هلال، جمهور ليبيا بالكامل. ويكفي ان نقول ليبيا ليبيا ويهتفوا سواء بالاتحاد او حتى باسمي، هم ما يبوش الترتيب الثاني، يبوا الاول وهم مصرين ويحفزوا الرياضيين. كان طلب من المدرب والطاقم الفني ان الجمهور يكون حاضر، والحمد لله انتم شفتوا الجماهير وشفتوا الالعاب الناريه وشفتوا الاشياء الحقيقه اللي تفرح. نعتبر ان المباراه الاولى هو شوط اول الحقيقه انسرق منا بطريقه غير مباشره، كنا ممكن نكونوا نحن اللي فايزين وكنا نحن نسجل الاول، ولكن الشوط الثاني على حسب ما سمعته من طاقم التدريب من كليمنتي وطاقم التدريب واللاعبين انهم هم مصرين انهم حيكونوا في المستوى المطلوب يوم الاثنين ويلعبوا الشوط الثاني طيب. ولا يعني احنا قلنا لهم ما فيش بديل الا الفوز، لان اعتبر الفوز خلاص اعتبرنا عبرنا المرحله القادمه، خاصه وان امس فريق الكابون انغلب من انغولا وهم حيمشوا لانغولا. وكره القدم زي ما قالوا اللاعبين 90 دقيقه ماهيش لاعبين محترفين، انت شفت امس شن داروا هم اللاعبين المحترفين، عندهم لاعبين كبار وعلى مستوى كبير جدا، ولكن امس شن داروا مع فرسان ليبيا فعلا امس في نار فرسان، فريق ما يسمى بالفرسان الحقيقه. ما شفته اليوم من الجمهور طالبوا حتى المباراه تكون بجمهور، للاسف احنا خطبنا الاتحاد الافريقي والدولي وحناكد على خطابنا اخر لهم لان الجمهور له دور، كذلك طالبوا بحضورهم للدوري، وانا وعدتهم ان انا اخاطب الجهات الاحترازيه الطبيه لان هامنا صحه المواطن قبل، وحنخاطب الجهات الامنيه وعلى ضوء نحن نقرر. نتمنى ان المباراه بجمهور لان كره القدم بدون جمهور ما لهاش طعمه صراحه، يعني في كل الملاعب العالم. والان الحمد لله يعني بعض الدول في اسبانيا شفتوا بعض الدول رفعوا درجه الحظر بالكامل على كل ملاعبهم، فهذا نتمنى حتى نحن حناخذ خطوه كبيره يوم الاحد عندنا اجتماع كمجلس اداره وحنديروا خطاب عاجل ان الجماهير حتكون موجوده. وانا وعدت من حيكون الشاشات خلف كل الملعب، حيكونوا موجودين في بنينه، في منطقه بنينه حتكون مليئه بالجمهور لان الجمهور داخل الملعب صعب، ولكن حيكونوا في منطقه بنينه بالكامل. حقيقه اليوم بنغازي هي بنغازي العاصيه، شرفتنا بكل انديتها، كذلك هناك حتى جمهور من جميع المناطق سواء غربيه وجنوبيه وشرقيه، ونحن من راس الجيل لمساعد هذه ليبيا، فليبيا فوق كل شيء، والانتصار هذا صراحه لا غنى عنه، سواء قلت للرياضيين او المدرب، حيكون في حوافز وحيكون في تشجيع وحيكون في وقفه جاده حتى من الدوله زي ما وعدني رئيس المجلس الرئاسي المنفي انه حيكون في وقفه جاده وقويه، والمباراه هذه بالذات فيها متابعه حتى من الحكومه بالكامل او برئاسه الوزراء او بالرئاسي او بالبرلمان او بكل ليبيا وكل قياداتنا في ليبيا. نتمنى توفيق ليبيا يا رب، ان شاء الله يوم الاثنين يكون فرحه علينا، ان شاء الله يوم الاثنين يكون عبورنا للمرحله القادمه اللي نحن الان بدينا نمشي على السكه الصحيحه. يكفي
ان مباراه ليبيا امس كانت من افضل او من اصعب 6 مباريات على العالم، وانتم شفتوها في التواصل الاجتماعي على الفيفا. الفيفا قررت ان مباراه امس كانت من احسن المباريات على مستوى العالم او اقوى مباريات، وهذا دليل على ان ليبيا شوفوا لنا كم سنه بدون دوري، لنا كم سنه بدون نشاط، لنا كم سنه في اخفاقات، في هزائم، في مشاكل. يكفي الان تصنيفنا كويس، الان اللي نوعد به الناس انه حنرجع على هذا التصنيف وحننتقلوا حتى لو البعيد البعيد لا قدر الله، وان شاء الله لا، لكن حنكونوا موجودين في كل المراحل القادمه، تصفيات كاس العالم القادمه، تصفيات افريقيا، كل العربيه، حنكونوا على كل الفئات السنيه. الان تعاقدنا مع مدير فني او خاص باتحاد الكوره الاسباني، بالاضافه طبعا مدير فني هذا المنتخب، ولكن هذا كاين مدير فني خاص باتحاد الكوره لكل الفئات السنيه، باش نبنوا قاعده صحيحه ونشاركوا بقاعده صحيحه، وجايبين حتى مدربين اسبان للفئات السنيه المختلفه 17 15 20 والاولمبي، حيكون في طواقم على مستوى عالي جدا، تم اتفاق مع الطاقم اللي موجود الان في اختيار هذه الطواقم، وان شاء الله ليبيا حتبعد عن الاخفاقات وحتبدا في الطريق او في السكه الصحيحه باذن الله تعالى. النصائح